السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ام ملك، وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو بقى تسويقة العيد، تسويقة العيد من الخضار والفاكهة والماركت والمنظفات. نجيب بقى كل حاجة ونملى تلاجتنا ونملى المطبخ، لان اسبوع العيد بيبقى اجازة، بنحاول بقى يبقى عندنا كل حاجة. انا بقى جهزت كده ورقة وقلم وكتبت فيها الحاجة اللي انا محتاجاها، ونزلت بقى اشتريت الحاجات عشان منساش حاجة. لازم تكتبي بالورقة والقلم، بالذات لو زي كده عيد او وهتاخدي فترة اجازة، فلازم ناخد ورقة وقلم كده معانا ونكتب فيها الحاجات اللي محتاجينها، وننزل نجيب الحاجة عشان ما ننساش حاجة. فانا حبيت اعمل لكم الفيديو دوت عشان اللي ناسي حاجة تفتكرها وتجيبها، تمام؟ فانت برضو بورقة وقلم كده وظبطي كده الحاجة اللي انت محتاجاها والحاجة اللي خلصت من عندك واللي ناقصاكي وجيبيها، تمام؟ انا اعمل لكم اصور لكم بقى، وشوفوا انتوا كده وشوفوا ايه اللي ناقصكم وجيبوه. الحاجة مش مترتبة قوي لاني لسه يدوبك بطلع في الحاجة وببدأ اطلع وارص فيها وكده، فتابعوا الفيديو هيعجبكم جدا، بس ما تنسوش اللايك عشان يرفع الفيديو اكبر عدد يشوفه، تمام؟ جبت طبعا اول حاجة كده جبت طماطم، الطماطم رخيصة جدا اليومين دولت وحلوة قوي، الطماطم الاربعة بعشرة جنيه، تمام؟ جبت كده ازازة الزيت عقبال بس اما اجيب التموين، لان التموين خلص عندي، فقبل بس ما اجيب التموين الرويال ديت عاملة 16 جنيه، تمام؟ جبت علبة سمنة الهانم ديت بالزبدة الصفرة ديت عاملة 20 جنيه، تمام؟ ديت الحجم الصغير. جبت كده نص طبق بيض، نص طبق ده لسه طبعا كل الحاجات دي هتترص في التلاجة، النص طبق عامل 18 جنيه، تمام؟ جبت بقى عشان عايزه اعمل محشي، بصراحه انا جايبه البتنجان ده جايباه شريان متقور، انا مش انا اللي مقوراه في البيت، انما الكوسه انا اللي قورتها هنا في البيت وانا قاعده، لان اليومين دول مشغوله جدا وبعمل حاجات كتير، فجبت البتنجان كده متقور من بره. البتنجان جبت كده تشكيله ابيض على اسود، البتنجان التلاتة كيلو بعشرة، تمام؟ وقورته بره عشان اليومين دول طبعا الوقت مش ضيق جدا وبعمل حاجات كتير، تمام؟ وجبت كوسة بس انا مقوراها هنا في البيت، الكوسة الكيلو بعشرة جنيه، تمام؟ انما البتنجان رخيص جدا اليومين دولت وكتير قوي في كل حتة، الابيض والاسود حلو قوي، البتنجان في السيف بيبقى كتير، فالبتنجان زي ما قلت لكم التلاتة بعشرة. وجبت كمان خضرة كده للمحشي، انا البتنجان ده هعمله، مش هعمله على طول يعني، مش هخليه للعيد وكده، لا هعمله اليومين دولت. جبت كمان خيار، الخيار الكيلو باربعة جنيه. جبت ليمون، الليمون الكيلو باتناشر جنيه، بس هو كله اخضر مفيش اصفر خالص، الليمون الكيلو باتناشر جنيه والخيار الكيلو باربعة جنيه، تمام؟ جبت كمان مانجا عشان نعمل بقى عصاير في العيد، عصير مانجا لو الضيوف جالك وكده فلازم يبقى عندك حاجة تعمليها عصير، فجبت المانجا الكيلو بستاشر جنيه، تمام؟ جبت كمان الوفير جيركن كده عشان المسحوق خلص عندي بتاع غسيل الاطباق، فجبت الوفير دوت عامل 28 جنيه، تمام؟ جبت كمان الكلور اللي هو اللي بالليمون دوت، ريحته تحفة جدا، اول مرة اجربه بس عجبني قوي، اول مرة لسه اجيبه بس ريحته حلوة، فتحته كده وشميته لقيت ريحته جميلة قوي. دوت الازازة عاملة 9 جنيه، تمام؟ البرسيل الجل بتاع المسحوق اوتوماتيك عامل 80 جنيه، العبوة ديت عاملة 80 جنيه. بصوا كمان جبت كده الفلفل الرومي اهو، انا عندي هنا في التلاجة الفلفل الحار، فجبت الرومي وجبت كمان خضرة مشكلة، كزبرة على بقدونس على شبت، ديت الطماطم انا وريتها لكم، وديت كده الملوخية، جبت بقى ملوخية عشان اعمل ملوخية جنب المحشي اهو، وكمان بعملها برضو مع الفتة والرقاق بتبقى حلوة قوي برضو، ودوت البتنجان بتاع العيد، البتنجان المتقور انا هعمله اليومين دولت، انما البتنجان دوت الصغنن ده جايباه برضو ده للعيد، بس طبعا ما ينفعش يكون متقور عشان ما يبصي، فدوت بتاع العيد هو البتنجان الابيض اهو. جبت كمان رقاق طري اهو، جبت كيلو
حلو جدا، ممكن الفه في العيد رول كده باللحمه المفرومه بيبقى حلو قوي، وممكن تعمليه صينيه عاديه خالص تمام ماشي. الرول ده برضو بيبقى حلو قوي، ممكن احشيه فراخ واعمله في الصينيه كده رول، واحط جواه جبنه موتزاريلا على وشه جبنه موتزاريلا بيبقى حلو جدا. اهو جبت كيلو كده من الرقاق الطري ديت، الباميه الصبحه برضو جبتها، جبت كيس باميه مجمده حطيته في الفريزر، ودوت لسه هقمحها بقى وهعملها ان شاء الله في العيد التاني. دوت انا هحطه في الفريزر تمام. وديت البطاطس وريتها لكم، جبت هنا كده البطاطس الكيلو عامل 8 جنيه تمام. لازم اخلي عندي اصناف الخضار كلها عشان ما احتاجش ان انا اجيب حاجه تبقى عندي واطلع على طول، عشان اسبوع العيد كله اجازه تمام. فالبطاطس دي اساسي بجيبها على طول، لازم تبقى موجوده عندي. جبت كمان المانجا السكري، المانجا الثانيه ديت كنت جايباها للعصير، ديت المانجا السكري ديت الكيلو عامل 15 جنيه اهي. جبت كمان مفروم، جبت لحمه مفرومه تمام. جبت كمان بسكوت بالعجوه وبسكوت بالملبن تمام، ده للعشاء او الفطار. جبت هنا شويه حاجات من العطار بقى، جبت دقيق وشعريه وسكر وكوفي ميكس وفلفل اسمر والحبهان والكاكاو عشان هعمل كيكه، وكوفي ميكس والسكر والشعريه تمام، والرز، الحاجات بتاعه العطاره ديت تمام. جبت هنا كمان في المنظفات، جبت كده كيلو صابو سايب دوت اهو كيلو، شو جايبه كيلو كده، الكيلو دوت عامل 10 جنيه، كيلو صابو سايب دوت ب10 جنيه تمام. وجبت جنرال الازازه عامله 15 جنيه تمام، غالي كان ب13 بقى ب15 دلوقتي. وجبت كمان برسيل جيل اليدوي دوت عشان بحتاجه في التنظيف وكده، اليدوي دوت الكيس عامل 2 جنيه. نزلت كده جبت التموين، فحبيت اوريكم ان انا جبت التموين قبل العيد، حبيت ان انا اجيبه قبل العيد عشان يبقى دولاب الخزين عندي كده مليان، ويبقى كده جبت كل حاجتي قبل العيد تمام. جبت كده زيت، ده زيت التموين اسمه بهية، حلو جدا لو عندكم في التموين الزيت دوت هاتوه حلو قوي. وجبت كمان 3 كيلو سكر، ده سكر التموين تمام. جبت كمان رز اهو، ده رز ستار حلو برده قوي، جبت كده 3 كيلو رز تمام. وجبت كده مكرونات، شكلت بقى، جبت مكرونه قلم عشان هعمل مكرونه بشاميل، هعمل مكرونه بشاميل يوم الوقفه في الصيام ان شاء الله، فناوي اعمل مكرونه بشاميل. وجبت كمان شعريه، بصوا انا بحب جدا نوع مكرونه حوا ده، تحفه جدا بصراحه، اكتر انواع نوع برتاح له هو حوا دوت، فبصراحه ما بستغناش عنه. جبت كمان من عند العطار كده، جبت ترمس وحمص عشان ان شاء الله هعمل ترمس، ده الترمس السريع ما بيحتاجش ان انا اعمله من قبلها، لا بعمله يوم الوقفه وناكل منه عندي اول يوم عيد او يوم الوقفه بالليل، بيبقى حلو جدا. ده الترمس السريع تقريبا، ده المستورد مش البلدي اللي هو المر ده بيقعد كتير. ده جبت نص كيلو ترمس، وجبت عليه ربع حمص، جبت كمان رز بسمتي عشان هعمل كبسه لحمه في العين تبقى حلوه برده. وجبت بصوا دي توابل الكبسه، توابل مشكله كده من عند العطار، بصوا بيبقى فيها العود القرفه والليمونه اللوني والكركم والكاري وتوابل الكبسه. جبت كمان نص كيلو لسان عصفور تمام. وجبت كده شوربة دجاج، كترت كده في شوربة الدجاج تمام عشان بحتاجها برده. جبت كمان قهوه عشان احنا بنحب نشرب القهوه فجبتها، جبت قهوه محوجه وقهوه ساده، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه تحفه، يعني انا واقفه اهو بصور وريحتها جايه بصوا خربة الدنيا كاني حد بيشرب قهوه. فجبت كده محوج وجبت ساده تمام. الساده دوت جايباه عشان هعمله باللبن دوت، عادي بعمله كده، انما الساده ده بيبقى حلو جدا في القهوه الفرنساوي اللي بتتعمل باللبن، سواء لبن بقى بخير او بودره بتبقى حلوه برده، فالساده بيبقى احلى تمام. جبت هنا كمان التوابل، بصوا جبت هنا هو الورق اللوري، وجبت الكوبيبه الصيني والكوفي ميكس عشان المشروبات بقى في العيد لو ضيوف جولك وكده. جبت اللبن بخيره،
جبت كده باميه، كيس باميه اللي هو بسمه دوت، جايباه مجمد كده دوت. الكيس دوت عامل 10 جنيه، فحلو جدا عشان ان شاء الله هعمل باميه باللحمه في العيد، بتبقى حلوه جدا. جبت مفروم، انا وريتكم المفروم، جبت وريتكم المفروم. احنا عندنا هنا الكيلو المفروم عامل 80 جنيه. جبت كمان اللحمه المتبله ديت، حلوه جدا، تجيبيها بقى كده من عند اي حد عندكم بيعمل اللحمه المتبله ديت، بتبقى حلوه جدا سواء الجزار او اي محل عندكم. ديت بجيبها بقى واكورها كده كور صغننه كده، واحملها بقى في الصينيه، وبعمل معاها كلاوي، وبعمل معاها الكبده. عايزه اقول لكم بتبقى اكله رهيبه رهيبه، مش قادره اقول لكم بتبقى حلوه قد ايه. كور صغننه ديت مع الكلاوي مع الكبده، ونعملها بقى سندوتشات عيش بلدي او سندوتشات فينو او رز ابيض بقى، ومحمر صوص السلطات والمخلل، بتبقى اكله تحفه. انا عن نفسي بموت في الاكله ديت، لما بعملها بنبقى مبسوطين جدا. تمام. جبت كده فينو، تمام، وجبت بقسماط، وجبت دوت كده، بصوا ده العيش، جبت من الفرن كده برضو عيش، وحطه بقى نص اهو. بجيب العيش كده، جبت بجنيه ونص من الفرن، يعني حوالي 25 رغيف، فدوت بحطه في الديب فريزر، وبطلع بقى على التسخين، بيطلع اكنه بصوا صبح خالص، يعني اكنه لسه جايباه من الفرن. تمام. جبت كمان العيش المحمص عشان طبعا الفتة، جبت كده عيش محمص. طبعا بتجيبي حسب ما هتعملي قد ايه، يعني كام صينية فتة، فبتجيبي على قدها. جبت جزر، الجزر هو اللي غالي جدا، انا جايبه كيلو الجزر ب12 جنيه، غالي جدا طبعا، بيستغلوا عشان عيد وكده ويغلوا الاسعار. جبت كمان هنا لوبيا اهي، وجبت دقيق. جبت دوت كده ورق اللي هو الحائط دوت، ديت الرول على بعضها عامله 15 جنيه، بس بصراحه انا مش عارفه هي كام متر. ديت الورق اللي هو الستيكر. جبت كمان صابونه، الصابونه عامله 12 جنيه، شكلها حلو جدا، وبتتقفل وتتفتح، احطها بقى كده على الحوض في الحمام لان الصابونه اللي عندي باظت. وجبت كمان صابونه كوميدي عامله 10 جنيه، كبيره. جبت كمان المنظم دوت عامل 7.5. لزوم بقى التجديد في العيد وكده، بجيب شويه مشتريات بسيطه بس بنجدد بيها. بس يا حبايبي دي كانت مشتريات العيد، يا رب تكون فدتكم بالاسعار، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب. وتنسوش بقى اللايك، ولو اول مره تشوفي قناه تشتركي فيها وفعلي الجرس. اشوفكم بقى على خير في فيديو جاي. باي باي.